مشرفينا يا دكاترة جميعا في جروب اب تو ديت الساينتفك داي النهارده. احنا اخترنا ان احنا نختار موضوع على بعضه، موضوع الهستريكتومي اللي طبعا كلنا بنتعامل معاه، وللاسف فيه ميس براكس كتير. المفروض النهارده هيبقى هنتكلم على الابدومينال هيستريكتومي وبعدين اللابروسكوبيك، وهنتكلم على الفاجينال هيستريكتومي نوع معين اسمه مينيمال انفيزيف فاجينال هيستريكتومي اللي احنا بنستعمل انرجي سورس فيه، وبعد كده هنتكلم على الكومبليكيشنز. الدكتور عبد الله المفروض كان يبدا معانا، بس هو نظرا لانشغاله فهو سجل المحاضره وهيتم رفعها على الجروب عشان يكتمل الصوره. والنهارده اللي هم 3 محاضرات دول هيتسجلوا هينزلوا على الجروب بحيث يبقى الصوره متكامله، عشان يبقى احنا خدنا كل حاجه. طبعا كلنا شغالين ابدومينال هيستريكتومي وعارفين الستبس، فمش هتاثر علينا في المحاضره بالنسبه لنا عشان هيتكلم على اللاب هيستريكتومي. نبدا. بالنسبه للاب هيستريكتومي، اول لاب هيستريكتومي كان سنه 88، واحد اسمه هاري ريتش في امريكا عملها. فمور اور ليس هي تكنيك جديد، هو مثلا بقى له 32 سنه او 33 سنه نوت مور. طبعا في الاول كان متقلب جدا 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 ومتخبط لحد ما بدا استابليش في اواخر التسعينات. فاحنا ممكن نقول الموضوع استابليش بقى له 25 سنه مثلا. طبعا كان الموضوع بادئ بما يسمى لافا لابروسكوبيك اسيستد فاجينال هيستريكتومي، وبعدين سب توتال، وبعدين توتال لابروسكوبيك هيستريكتومي. طيب عشان نتفق بس عشان نوضح المفاهيم، سب توتال يعني ايه؟ كلنا عارفين سب توتال هسيب السيرفكس، هتقطع من فوق السيرفكس وهتفرم بحاجه. طب اللافا لابروسكوبيك اسيستد فاجينال هيستريكتومي يعني ايه؟ لو حضرتك تعاملت مع اليوتراين ارتري فروم بلو فروم فاجينال، لو اتعاملت من فوق اسمه لابروسكوبيك. فاللافا دي لما بدات كانت بدايه ان هو بيعمل باللابروسكوب الادينكسي، وبعدين ينزل فاجينال يربط اليوتراين ارتريز وينزل اليوترس من تحت، فده اسمه لافا. طب لو انت اليوتراين تعاملت معاه من فوق اتز لاب هيستريكتومي. طب امال ايه الفرق ما بين اللاب هيستريكتومي والتوتال لاب هيستريكتومي او تي ال اتش؟ التي ال اتش كل الستبس لابروسكوبيك انكلودنج السوشرنج بتاع الفاجينا بعدها، ولكن لو انا خدت اليوتراين من فوق اتز لاب هيستريكتومي. طيب انا ممكن اخد اليوتراين من فوق وبعد كده اقطع الفاجينا من تحت وبعدين او اخيط من تحت او الكلام من ده اسمها لاب هيستريكتومي. ولكن لو خدت اليوتراين من فوق، فتحت الفاجينا من فوق، ولدت اليوترس وبعدين خيطت من فوق، يبقى ساعتها اسمها تي ال اتش. بس ده عشان نبقى فاهمين فرق المسميات زي ما هنشوف دلوقتي. طيب سريعا هناخد فيديو دقيقه عن التوتال ذا هول تكنيك عشان نعرف نشرح بعد كده الوضع ايه، نبقى فاهمين. بس كده كده البدايه المفروض تبقى في الليفت راوند ليجامنت and dissect between the two leaves of the broad ligament. Posterior leaf of the broad ligament هنفتحها، دي زي ما بنعمل في الاوبن، بتعمل بصبع هتفتح كده. دي مهمة جدا جدا لأنك هتلاتراليز اليوتر. بعد كده هتديل with adenexy whether to leave or to remove. بعد كده الفازايك يوتراين باوتش هن dissect. اليوتراين ارتري ده skeletonization of the uterine artery. بعد كده هنأتاك ما دام انا عملت اليوتراين ارتري من فوق يبقى هي دي لاب هيستريكتور. بصوا بقى عشان اقول عليها تي ال اتش مطلوب مني بقيه الخطوات اعملها لابروسكوبيك، يعني ان انا حطيت الكولبوتومايزر الحاجه اللي بتتحط في الفاجينا، هقطع دلوقتي عليها اوفر. طبعا لازم يبقى عدسه اللابروسكوب عدسه 30 مش زيرو. بعد كده هنزل اليوترس فاجينال اوكي، وخيط من فوق او من تحت مش هتفرق، بس لو خيطت من فوق اتس تي ال اتش، لو خيطت من تحت اسمها ال اتش، فلابروسكوبك استريكت. فنقطه بيج ديل يعني، المهم انت تعمل الصح للبيشن. اهم حاجه طالما خدنا اليوتراين من فوق اتس لاب استريكت اوكي. ده عشان بس نبقى فاهمين الوضع ايه. هنمسك بقى ستيب باي ستيب. اولا انديكيشن وكونترا انديكيشن، مفيش حاجه اسمها انديكيشن وكونترا انديكيشن. لابروسكوبي از ان ابروتش نوت ا نيو اوبريشن، احنا ما بندلفش حاجه جديده. اتس ان هيستريكتومي بما لها وما عليها، فانت مفيش حاجه اسمها انديكيشن. الكلمه الاصح هي ايه؟ سايز دازنت ماتر، ديبينس اون موبيليتي، ومفيش حاجه اسمها بريفيس كذا يبقى ما عملهاش، لا خالص. ذا اونلي ابسوليوت كونترا انديكيشن هو لارج سايز يوترس ان كيس اوف اندوميتريال كارسينوما. طب ليه؟ لان احنا زي ما احنا شايفين كده لو اليوترس كبير مش هتعرف تولده من الفاجينا، فلازم تقطعه قبل ما تولده من الفاجينا، فبالتالي هتعمل ديسيمينيشن وهي اندوميتريال كارسينوما. بس ده ذا اونلي ابسوليوت كونترا انديكيشن اوف لاب هيستريكتومي.
اذروايز تبقى ريلاتيف او اكوردنج، مفيش حاجه اسمها سوليوترس كبير، مفيش حاجه اسمها اصل هي عامله عمليات قبل كده او الكلام ده. ده اونلي ابسولوت كونتر انديكيشن، ما عدا كده ات از هيستريكتومي. بلس ناخد بالنا من حاجه، ذا جولز اوف تي ال اتش از ريديوس بوست اوبراتيف موربيديتي، ريديوس البوست اوبراتيف بين، ريديوس ذا لينث اوف ذا ستي، ريديوس ديسابيلتي تايم، نوت ريديوس اوبراتيف تايم، عشان اتفق على كده. ولكن انت في الاول طبعا هيبقى الوقت يطول شويه، وبعد كده الوقت طبعا بيظبط وتبقى انت مور ليس اسرع من الاوبن كمان. يعني الافريج بتاعنا دلوقتي حوالي 40 مينتس 45 مينتس وان اور بكتير بكتير، يعني فاهمين قصدي؟ فبتبقى زيها زي الاوبن، هي ليرنينج كيرف. ان بناين كونديشنز فيري جود اوبشن، ان مالجنانت كونديشن الاندوميتريال كارسينوما موضوع منتهي ان هي بالتي ال اتش ما فيهاش مشاكل خالص خالص خالص، وفي نايس جايد لاين واضح. الكانسر سيرفكس لحد سنتين فاتوا كان ماشي الدنيا كويسه جدا جدا، لحد ما طلع كام، اكيد كلكم عارفين، لحد ما طلع كام بيبر اتكلموا ان هو بيقلل السرفايفل اللابروسكوب، فعليها كلام. الاوفيريان مالجنسي الفرانك لا، بس سسبيشس ماس برضو كان بي دان باي لابروسكوب، وطبعا ده محتاج اكسبيرنس اكتر. اني anyway, واي كل البناين كونديشن ما فيهاش اي مشكله خالص خالص، ولازم تبقى انت فاهم الوضع. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه اوتوماتيك، طب وليه اعمل لاب هيستوري؟ طب ما انا ما بعملها اوبن وخلاص، انا بعملها اوبن سريع، انت ليه بتقول لنا لابروسكوبيك هيستوري او الكلام ده؟ هرد عليكم بالراجل الايطالي اللي انا كنت معاه في الفتره دي، كان قاله لي، قال لي ثلاث جمل حلوين جدا 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 بيلخصوا الموضوع كله. First choice is vaginal hysterectomy. طبعا vaginal hysterectomy على non prolapsed uterus. لو vaginal hysterectomy على prolapsed uterus ما دي ما فيهاش، ما ده منطقي. لا انا بتكلم على non prolapsed uterus، يبقى ده رقم واحد. يليه لابروسكوبيك، يليه abdominal hysterectomy. بمعنى لابروسكوبيك هيستريكتومي should compete with abdominal with not with vaginal. يعني انا واحد بشغل لابروسكوبيك بس بقول لك ان انت المينيمال انفيزيف فاجينال هيستريكتومي او فاجينال هيستريكتومي على نمبر لابس ديوترس ده بيبقى احسن مني. يعني لو لقيت واحد بيشغل، لا ما اقولوش انا بشغل لابروسكوبك، لا انا المفروض انا اتعلم منه. وحتى بيقول لك الراجل كان بيقول لك لابروسكوبك هيستريكتومي لو طلعت سهل قوي، طب ما عملتهاش فاجينال ليه؟ يبقى نتفق على ان رقم واحد هو فاجينال هيستريكتومي على نمبر لابس ديوترس، يليه لابروسكوبك، يليه اوبن. تمام؟ وبعدين افتر 30 كيسز، ودي هقولها في محاضره الكومبليكيشن، after 30 cases rate of complication are the same more or less في كل الروتس. تمام، هي المشكله فعليا في اول 30 حاله هو لازم تبقى انت guided قوي وسوبرفايزد، تبقى واخد بالك قوي، لان معروف ان اول 30 حاله بيبقى الكومبليكيشنز اعلى، بعد كده بتتساوى ويبقى الانسنس اوف كومبليكيشن زي الباقي بالظبط. طيب علشان نقلل الانسنس اوف كومبليكيشنز وعشان نبقى فاهمين الدنيا، طبعا لازم ايه؟ واحد بروبال نورج اند اكسبيرينس، انت عارف انت بتعمل ايه وحافظ كويس ومذاكر كويس وعارف التكنيك دي ايه وعارف الوضع بتاعها ازاي. تاني حاجه كونسلنج اند كونسنت اباوت لابراتومي، لا غنى عن الموضوع ده يا جماعه. مع احترامي انت المفروض في كل الحالات تعمل كونسلنج اباوت لابراتومي. يعني في الدياجنوستيك ممكن تبقى صعبه شويه في مصر، بس اذروايز اي حاجه، يعني حتى لما الاوفيريان سيست بتتكلم يا مدام احنا هنعمله ان شاء الله منظار، بس خلي بالك ان هو ممكن يبقى في فتح بطن، النسبه العالميه لفتح البطن 5%، ان شاء الله هتتعمل منظار، بس لازم تقول الكلمه دي. تخيل انت رايح تعمل هيستريكتومي، فماست بي سيد، عشان لو اتقلبت ما البيشنت ما تقولكش انت ما قلتليش. نقطة ثالثة ثرومبوبروفلاكسز لا غنى عنه، تاخد لو مولكولار ويت هيبرين فور 1 ويك، مش قبل كده، موضوع تاخدها يوم ولا ثاني يوم ولا الكلام ده مع احترامي ومالوش علاقة بالريسك فاكتور. يعني انا ساعات بيبقى البيشنتس رفيعة وصغيرة وكل حاجة وايرلي امبلنت وكل حاجة، نو واي. هيستريكتومي مينز ثرومبوبروفلاكسز. ليه؟ لان الهيستريكتومي اتس نيتشر، انت بتلعب في الجريت فيزز اوف ذا بلفيس وبتقرب لكل حاجة. نقطة تانية، لابروسكوبي از ثرومبوجينيك اوبريشن، يعني مجرد وضع الرجلين في الاستيرابس ده بيزود الانسنس اوف دي في تي، فبالتالي موضوع مفروغ منه. لاب هيستريكتومي ايكوالز ثرومبوبروفلاكسيس فور 1 ويك ات ليست، لو في مور ريسك فاكتور مور مي بي بياند ذس. فاميلاريتي وذ انسترومنتس، ما ينفعش يبقى انت اول مره تجرب الاله جوه الحاله، صح ولا لا؟ لازم تبقى انت فاهمها كويس جدا جدا وشفت فيديوهات عليها وعارفها وجربتها كويس ومجربها بره وبعدين تبقى تشوف. يعني ما ينفعش انت تبدا اول معرفتك جوه الحاله الالات. وده يقولنا لسؤال مهم جدا، what are the needed instruments، او الكلمه الادق what are the extra instruments needed. يعني ايه؟ انا عندي تاور لابروسكوب كويس، اوكي، طيب عايز اعمل لاب هيستريكتومي، ايه اللي ناقصني؟ هو دي الكلمه الادق، ثلاث حاجات: energy source، neutral manipulator، ومورسيليتور. هنفهمهم سريعا عشان نعرف نتعامل معاهم. انرجي سورس طبعا ده انت لازم تبقى انت عارف انت بتعمل ايه، مفيش حاجه اسمها لاب هيستريكتومي وانت شغال بمونوبولر،
اللي هو الدايثيرم العادي ده اسمه كلام فارغ، انت كده بتزود نسبه الكومبليكيشن في السماء من غير اي استفاده، ممنوع، مفيش حاجه اسمها كده. امال الاوبشنز ايه؟ ممكن يبقى باي بولر، ممكن يبقى ليجاشور، ممكن يبقى هارمونيك سكالبل، ممكن باي كلامب. انا ما بعملش دعايه لشركه معينه، انا جايب المسميات اللي الناس عارفاها علشان نبقى فاهمين بس في البداع، يعني انا لا اور دونت ريكومند اني ثينج. طيب الباي بولر، بصوا معايا، ده باي بولر بس مش ده الباي بولر بتاع الهيستريكتومي، ده كان في اول حلقه رجعنا من ايطاليا وكلام من ده، وطلع رحنا في حته اليوتراين. طبعا الباي بولر كلنا عارفينه، بيكواجليت وبعدين بتقطع، بس مش النوع ده، لان النوع ده مواجه للسيرفس سيرفس اوز. امال النوع الثاني اللي هو اسمه روتيتنج باي بولر او روبي، تمام، اللي هو بيبقى مصمم للفيسل سيلينج. طيب الباي بولر بيكواجليت لحد دايمتر كام؟ مفيش رقم معين. طب هو اليوتراين ارتري الدايمتر بتاعه ممكن يوصل لكام؟ 4، ممكن يوصل لخمسة، خلي بالنا الارقام دي مقدسه. طيب الباي بولر حاجه لذيذه، بس يبقى الباي بولر بتاع البيسل سيلينج رخيص، اوكي، بس طبعا بتكواجليت وتقطع بعدها، ما بيقطعش لوحده، صح ولا لا؟ غير ان هو مش قادرين نحكم على الدايمتر بتاعه. طيب نيجي على حاجه اسمها الهارمونيك. الهارمونيك ده او الالتراسونيك عباره عن تو بليدز، وان بليد اكتيف وان بليد باسيف، بيتحرك بسرعه جامده جدا جدا، انت ما بتشوفهاش، بيعمل فريكشن لحد ما يقطع، هو بيقطع اوتوماتيك. هنا مثلا اهو، تمام؟ هو انت بتدوس على الجنريتور بتاعه لحد ما هو يقطع اوتوماتيك. اوكي؟ طيب ده ميزه ولا عيب؟ والله هو الهارمونيك ده آلة ممتازة، بس نخلي بالنا الهارمونيك ده الرينج بتاع البلاد فيزل بتاعه 4 مللي، واحنا قلنا اليوتراين كام؟ ممكن يبقى 5 مللي، فبالتالي الهارمونيك مش سفيشنت في حالات اللاب هيستريكتومي، ولازم يبقى معاك باي بولر في منطقة اليوتراين عشان هيبقى ريسكي في منطقة اليوتراين. طيب الليجاشور ادفانسد باي بولر، الجنريتور بيديك صوت عشان يقف في وقت معين، في زرار بتدوس عليه ممكن يقطع او لا، عكس الهارمونيك، اوكي؟ يعني هنا كات، هنا مثلا ممكن اجريت وذاوت كاتنج. طب الدايمتر بتاع الليجاشور كام؟ 7 مللي، واحنا قلنا اليوتراين كام؟ 5، فبالتالي الليجاشور از سيف وفيري اكسلنت تشويس. رابع نوع، اشهر نوع، اسمه الباي كلام، ده بيكواجليت وهتقطع، بس الفكره ان هو الجنريتور بيطلع صوت، ان هو 7 مللي، ان هو ديسبوزابل، ومنه كمان زي ما انتم شايفين دي الاله الاوبن كمان، وممكن يستعمل فيه الفاجينال هيستريكتومي زي ما الدكتور احمد عبد المجيد هيكلمنا كمان شويه. اوكي؟ طيب الجدول ده انا شايف ان هو مقدس، يعني لازم تبقى انت فاهم انت بتتعامل بآله ايه؟ احنا قلنا المونوبولر ممنوع، ممنوع تستعمل مونوبولر بس، يبقى انت كده يو ار هازاردنج ذا بيشنت. زي ما احنا قلنا الباي بولر مفيش فيزل دايمتر معين، افتكر ان اليوتراين ارتري 5 مللي. الباي بولر مفيش فيزل دايمتر معين، الميكانيزم هو دايثيرمي باي بولر، ما بيقطعش، البرايس ريزنبل، كوست بنفيت معقوله. الليجاشور 7 مللي اكسلنت، الميكانيزم ادفانسد باي بولر، هو زي الباي بولر بس الفكره ان الجنريتور بيديك صوت ان هو عمل سيلينج، الكاتنج اوبشنال ان في زرار بتدوس عليه او لا، البرايس اكستريملي اكسبنسيف. مفروض الالات بتاعت الليجاشور بتبقى ديسبوزابل وتترمى بعد مره، بس طبعا في الديفلوبينج كانتريز ممكن يبقى تعامل استعمال تاني، بس ده اوت اوف ذا بوكس. الهارمونيك 4 مللي الدايمتر بتاع الفيزل، احنا قلنا اليوتراين 5 فلازم تبقى كويشس جدا وتستعمل هارمونيك. ميكانيزم التراسونيك بيقطع على طول، البرايس برضو نفس الكلام، الجنريتور غالي والاله المفروض ديسبوزابل بس ريوزابل في الديفلوبينج كانتريز، وده اوت اوف ذا بوكس. الباي كلامب 7 مللي، واحنا قلنا اليوتراين 5 فده اكسلنت. بيسل سيلينج ميكانيزم مختلف شويه عن الباي بولر، انتوا عارفين فكره الكارنيه لما بيتغلف، يعني هو بيلزق البلاد فيزلز بتاعت الفيزلز الوولز بتاعت البلاد فيزلز عشان تعرف تقطع بعدها، ما بيقطعش، البرايس ده ريزنبل. الميزه بقى ان هو الكوست بنفيت ممكن يبقى احسن واحد فيهم، ليه؟ ككوست بنفيت ليه؟ لانه ريوزابل، وده استعماله اصلا ان الاله ريوزابل، فبالتالي بيبقى غير الباقيين اللي المفروض يبقوا ديسبوز. طبعا الجدول ده انا شايفه مقدس عشان تبقى انت عارف الاله اللي بتستعملها، لان ده الاساس تو بريفنت كومبليكيشن. طيب اليوتراين مانيبيليتور، لازم تحط اليوتراين مانيبيليتور وتستعمله في تي ال اتش، ليه؟ اليوتراين مانيبيليتور ده له ثلاث وظائف، واحد مانيبيليشن، اثنين كولبوتومايزر، ثلاثه نيم اوكلوز.
يعني انت بتمانيبيليت عشان تعرف تتعامل معاه. اتنين، كولبوتومايزر يعني ايه؟ حاجه بتتحط في الفاجينا عشان تعلم لك الكيرف بتاع الفاجينا، تعرف تقطع عليها عشان تولد اليوترس من الفاجينا. تالت حاجه لازم نيمو اوكلودر. يعني ايه نيمو اوكلودر؟ something to prevent الجاز ان هو يحصل له جاز ليك لما تقطع من فوق. واتيفر الميكانيزم ايه، في ناس بيبقى في سفنجه، في ناس حاجه نيمو اوكلودر، يعني مثلا ده النوع ده المفروض ديسبوزابل، او مثلا شايفين الكب لونها ازرق وهو بيمانيبيليت وهو لو في انجل، زي ما احنا شايفين حاجه نيوماتيك بتتملى عشان تعمل نيمو اوكلودر. واتيفر يعني، هو انت بتمانيبيليت، انت في حاجه هتقطع عليها اللي اسمها كولبوتومايزر، وفي ميكانيزم للنيمو اوكلوجن ان انت الجاز ما يخرجش. وات ايفر الميكانيزم ايه، وكل واحد وعلى حسب طبعا انواع كتيره جدا جدا من المانيبيليتور، وانا شايف ان هو اساسي في تي ال اتش. السب توتال مش مشكله، يعني السب توتال مش لاقي، ممكن اي حاجه تمانيبيليت اليوترس او حتى لو ما فيش. طبعا في حاجه اسمها المورسيليتور اللي اسمه الكترو ميكانيكال مورسيليتور، زي ما احنا شايفين ده بيقوم يقطع وكده. وطبعا زي ما انتم عارفين في ستيتمنت قويه جدا طلع سنه 2015 بتتكلم على المورسيليتور والكومبليكيشنز اوف الكتروميكانيكال مورسيليشن. فبالتالي عليها مليون كلام، غير بلس ان الفولو اب بتاع البيشنس نفسها. يعني انا الايشو نفسه ان انا ما عملتش سب توتال بصراحه، يعني فكره السب توتال نفسه مرفوضه عندي. انا كله بقى دلوقتي تي ال اتش، ايام زمان كان ممكن، بس دلوقتي لا، كله تي ال اتش بصراحه، وانا شايف ان كده كويس، وخصوصا ان احنا في ديفلوبين كانتريز بيبقى موضوع بيبقى صعب شويه حته الفولو اب بعد كده، فانا لا ارجح الكلام ده. anyway احنا عايزين نوصل لحاجه ان هو ايه، لو تي ال لو سب توتال هيستريكتومي يبقى انا عايز ايه، انرجي سورس ومورسيليتور. لو تي ال اتش توتال انا محتاج انرجي سورس ومانيبيليتور. اوكي، يبقى انا مش محتاج مورسيليتور في التوتال، صح ولا لا؟ طيب بعد كده انا عرفت انا الانسترومنتس وجهزت كل حاجه، طب هشتغل ازاي؟ ايه البوزيشن المناسب للبيشن؟ زي ما احنا شايفين كده لازم الباتوكس اوف ذا بيشن تبقى اوف ذا تيبل، لازم تبقى بره. ليه؟ عشان لما احط اليوترين مانيبيوليتور اعرف وانا بنزل كده ما يتخبطش في الترابيزه، لازم تبقى اوف ذا تيبل. الحاجه الثانيه لازم تبقى بادد ستيربس، يعني ايه؟ تبقى مبطنه تمام وحنينه. ليه؟ لان احنا قلنا لابروسكوبي ثرموجينيك اوبريشن، وكمان ممكن معظم الستات المصريه في الايج بتاع الهستريكت ممكن يبقى اوفر ويت شويه، مع الكومبريشن ممكن يبقى عرضه اكتر، فلازم تبقى بادي ستيرز. وزي ما احنا شايفين لازم تبقى الارمز اوف ذا بيشنت بيسايد ذا بيشنت، مش كده ممنوع ان هي تبقى بزاويه 90، لازم تبقى بيسايد ذا بيشنت. ليه؟ عشان تعرف تقف كويس وتشتغل. التخدير ممكن يقول لك لا وما اعرفش ايه، البدائل المصري ممكن تعمل كرونيك بوزيشن بالمنظر ده، بس خلي بالك، او ترفع الارمز بس خلي بالك من الديسلوكيشن، بس هو كلاسيك اللي هو المنظر اللي انتم شايفينه ده، ده البوزيشن الصح عشان اشتغل. بوزيشن اوف ذا تروكر تختلف. بصوا بقى معايا، هو مبدئيا مفيش رايت تروكر، ده بتاع الاسيستنت مش بتاع الاوبريتور تماما تماما تماما. هو هنا الاوبريتور شغال بالليفت والسوبرا بيبت، والاسيستنت ماسك له الكاميرا وماسك الرايت بورد. ممكن تبقى ليفت و ابسي لاترال، يعني ايه؟ زي ما احنا شايفين اهو، ده المكان بتاع الكاميرا الامبليكس، ده الليفت، ممكن ليفت وابسي لاترال واشتغل كده، او ليفت وسوبرا بيوبيك، بينما الرايت ده بتاع الاسيستنت. في ناس ممكن هما تو بورس ليفت ورايت، بس بشرط هيبقى ايه؟ ان الليفت بتاع الاوبريتور والرايت ده بتاع الاسيستنت، وكل واحد يعمل نص. قال البورت على البيشنت، بس انا ما ينفعش اعمل الاوبريشن بالكامل من غير بورت رايت. طب ليه؟ لان ما ينفعش وانا من الناحيه الشمال اتاك الناحيه اليمين زي ما هنقول دلوقتي. طيب ستيب باي ستيب عشان ناخد بالنا، اول حاجه ديلينج وذ ادينكسي، زي ما احنا قلنا الكلاسيك ان انا هبدا بالليفت راوند ليجامنت، ديسكشن بتوين ذا تو ليفز اوف ذا برود ليجامنت، البلان ده اي فاسكولار، لو نزل دم يبقى انت ماشي غلط. دايما سيرش فور ذا جراي اريا، زي ما انت شايف كده، شايفين الجراي اريا تمام، يبقى انا ورايا سيف، هفتح كده يبقى اليوريتر راح فين؟ اوي خالص. هداك الادينكسي وذر تو بريزيرف اور تو ريموف ذا اوفري اكوردنج للسيتويشن، الحاله دي هنشيل الاوفري
ده ميكانيزم تاني للاتاك، ده يوتيوب، ده مش شغلي. اوكي بن اتاك دايركت من الانفانديبلو بيلبيك، ومن جوه الانفانديبلو بيلبيك نوصل لل راوند ليب. انا عن نفسي لا ارجح النوع ده. ليه؟ لانك انت ممكن بسهوله تمشي لاترال وتاتاك اليوريتر. خلينا في الكلاسيك اللي انا بقوله، بس لازم برضه تبقى انت فاهم ان ده برضه مدرسه تانيه وصح، بس must be cautious. طيب في الفازايك يوتراين باوتش لازم الاسيستنت يبقى ماسك البلادر بالمنظر ده، شايف؟ لازم. ليه بقى؟ عشان تعرف تاتاك صح، علشان تعرف تجيب البلين الصح بتاع الفازايك يوتراين باوتش، والا ممكن تلاقي نفسك دخلت جوه البلادر. تمام؟ طبعا الديسكشن في اللابروسكوبي از ماتش ايزير عن الاوبن، والبلينز بتبقى واضحه اكتر. طيب اليوتراين ارتري، التريك بس في اليوتراين ارتري ان هو ماست بي بيربنديكولار، يعني الاتاك اليوتراين ارتري ماست بي بيربنديكولار من الناحيه بتاعتك. فانت لو انت واقف ليفت ما ينفعش تاتاك اليوتراين ارتري على الناحيه اليمين، قدامك تو اوبشن، يا اما تخلي الاسيستنت هو اللي اتاك، يا اما تلف الناحيه الثانيه وتاتاك اليوتراين. فعشان كده جايب لكم الناحيه بتاعت الاسيستنت الناحيه اليمين. اوكي مين اللي شغال في مين اللي هياتاك اليوتراين؟ الاسيستنت، صح ولا لا؟ ليه؟ ماست بي بيرنديكولار. ليه؟ لان اليوريتر في الحاله دي ماشي هنا اوي 3 او 4 سم. لو انت حاولت تاتاك من الناحيه الثانيه هتبقى لاترال، ممكن تضرب اليوريتر. اوكي او زي ما انت شايف بيربنديكولار. يبقى ده اليوترين ارتري. بعد كده لو انا اشتغل سب توتال ده ست، المهم ان انا اقطع فوق منطقه اليوترين ارتري اللي انا كويتها اليوترين مانيبيليتر، او في اقتراح تاني اللي هو اسمه لوب لابروسكوبيك لوب او سوبرا سيرفايكال لوب اور وات ايفر. هو حاجه كوتد، وزي ما انتم شايفين حته منه نوت كوتد، دي عشان انرجي. تمام؟ بس طبعا بطلع اليوتراين مانيبيليتور بتوس قمت اقطع لك دايركت. شايفين اقتراح لذيذ وظريف، وبعد كده تمورسليت. بس انا برضو انا عن نفسي توقفت عن السبتوتال هيستريكتومي تماما، وافتكر كل الدكاتره هتوافق على النقطه دي. بالمورسيليتور هنطلع نرجع لكلامنا. تي ال اتش هدخل الكولبوتومايزر زي ما احنا شايفين الكولبوتومايزر هنا سيركل كامله اول اوفر. لازم اتاكد ان هو اول اوفر ايفيدنت زي ما احنا شايفين. ده الاستعمال الوحيد للمونوبولر في اللاب هيستريكتومي، ان انا هقطع الكولبوتومايزر. الزاويه دي مستحيل تيجي الا بعدسه 30، فاحنا العدسه 30 دي اساسي في الادفانسد لابروسكوبي عشان اجيب الزوايا الصعبه اللي من تحت والكلام ده. ما ينفعش العدسه الزيرو الكلاسيك، مع احترامي للاراء. دي طبعا تعتبر اصعب حته في اللاب هيستريكتومي بعد حته اليوتراين. انا شايف دي اصعب من اليوتراين. هتقوم تشد بالراحه تطلع اليوترس من الفاجينا. بعد كده بقى عايز تخيط من فوق تخيط من تحت وات ايفر، زي ما احنا قلنا فرق بس المسميات، مش تي ال اتش من ال اتش مش قضيه. المهم تقفل، اهم حاجه هو ان انت تعمل هيموستيزيس، وان انت تقفل ديفكت اللي انت اللي موجود في الفاجينا. زي ما احنا عارفين في ناس اصلا ما بتقفلش الفولت، بس يعني طبعا انا لا اجرؤ على حاجه زي دي. اوكي وده الفاينل. انا عن نفسي بحط درين، الناس بتقول لك ما تحطش، بس انا شايف ان هو في اللابروسكوبي بالذات ما تحط درين، انت عندك اوبننجز موجوده في الابدوم ما تستغلها وخلاص، ما فيهاش مشكله.
الفاجينال كلوجر بس زي ما احنا قلنا ممكن يبقى سيبريت، ممكن يبقى كونتينيوس، ممكن يبقى ابزوربر، ممكن يبقى نون ابزوربر، ممكن يبقى لابروسكوبيك، ممكن يبقى فاجينال، يعني مش قضيه. المهم زي ما احنا قلنا في حاجتين، الهيموستاسيس و اللي ما يبقاش فيه ديفكت بس عشان الهرنيشن بتاع الانتستين. اهم حاجه ان انت الفاجينال ميكوزا تقفلها كويس عشان ما يحصلش جرانيوليشن تيشو، وان انت انكوربوريت تو يوتروسيكرال ليجامنت. وبرده ظلما بيقال ان اللاب هيستريكتومي اعلى في الفولت برولابس، ده طبعا كلام مش مظبوط، لانك انت زي ما احنا شايفين انت بتقطع فوق الليفل بتاع السيرفكس، يعني انت في الابدومينال بتقطع تحت السيرفكس، لا انت هنا بتقطع فوق الليفل، فاليوتروسيكرالز الاثنين بيبقى بريزيرفد، فانت بتخيط اوريدي بتخيط اليوتروسيكرال. ممكن تحط يعني طب ما يخرجش الجاز ازاي؟ ممكن تحط الترايم مانيبيوليتور او تحط جوانتي مليان شاش عشان ما ينزلش الجاز. البوست اوبراتيف كير زي ما احنا قلنا انتي بايوتكس، الفوليس كاثتر بتتشال بعدها بشويه. طبعا هناك بيقول هوسبيتال ستاي، ده الكلام اللي بره 2 تو 3 دايز، انت اكشوال ممكن 12 ساعه يبقوا كفايه. زي ما انا قلت لهم مولكولار ويت هيبرين اتليست 1 ويك. طيب دي الكلاسيك لاب هيستريكتومي. اوكي طبعا عايزين نتفق على حاجه، ان انت لما تبدا لاب هيستريكتومي لازم تخليه في الستريت فورورد كيسز، ما ينفعش تعمل حالات صعبه في الاول، خليك هات الافريج سايز اللي مش عامله عمليات قبل كده، الايزي كيسز الادينوميوزس بالذات بتبقى اسهل، مفيش ديستوردد اناتومي، علشان تعرف تشتغل وتعمل سكور كويس عشان توصل للحاله رقم 30 زي ما احنا قلنا. بعد كده ممكن يبقى الموضوع يبقى واحده واحده الدنيا تبقى احسن. وزي ما احنا قلنا ذا اونلي ابسولوت كونترا انديكيشن از لارج سايز يوترس ان كيس اوف اندوميتريال كارسينوما، بس اذروايز مفيش حاجه ثانيه كونترا انديكيشن. سريعا انا هقول بس لما في الديفيكالت هيستريكتومي هعمل ايه واتصرف ازاي؟ لو بريفيس لابراتوميز، لو لارج يوترس، لو اوبيستي او سيرفايكال اور برود ليجامنت فايبر. بريفيس لابراتومي يعني الحاله بريفيس 3 سيزيرين سيكشن، تعمل لاب هيستريكتومي ولا ما تعملش؟ هو مع احترامي هو الاديجنس هتطلع بسبب اللابروسكوب ولا بسبب البريفيس لابراتومي؟ يعني لو في اديجنس كده كده اكيد اللابروسكوب اسهل في التعامل معاها، لانك انت بتبص من فوق وتبقى عارف تشتغل وبتعمل اديزولايسز كويس، احسن من ان انت تدخل جوه الاديجنز. It is all about entry. Use alternative for entry, Balmer's optical, maybe open technique بس انا ما برشحهاش. الحاله دي previous four cesarean section بالطول وفيها umbilical hernia. دخلنا من البالمر بوينت زي ما احنا شايفين، لقينا mental adhesions في منطقه الامبليكس. بعد كده دخلنا الامبليكال بورت، بقت ستريت فورورد كيس وده الفاينل فيو ومفيش اي مشاكل، وده وعملنا ريبير للامبليكال هيرنيا. اجين احنا مش بنعرض الحالات دي عشان تقولوا ان عملنا حالات صعبه، احنا بنقول ان هو بعد ليفل معين ممكن الحالات بتتعمل عادي. طيب لو اديجنز الاساس هو كومبليت اديزيولايزز قبل ما تبدا بدايه الكومبليكيشن، وعلى فكره ده في الاوبن برضو، ان انت هتبدا وانت مش وفي اديشنز. ليه بقى؟ لان الاناتومي او ديستورتد فبيحصل ساعتها المشاكل. مثلا حاله زي دي، دي فروزن بلفس مع حاله اندوميتريوزس والكولون اللازق والكلام ده، وده الفاينل فيو. اهم حاجه ان انت تعمل كومبليت اديزولايسيس قبل ما تبدا. طيب لارج سايز يوترس، يعني طب هو ايه الليمت بتاع ان انا اشتغل لابروسكوبك؟ هو مفيش ليمت، وفي حالات ريكوردد 30 و32 اسبوع ممكن تتعمل، بس هي الفاليو مقابل ان هي هتعمل ايه والوضع ايه والكلام ده. الاساس بس في الحته دي هو ايه؟ ان في ريشيو للفيجن. يعني ايه يا جماعه؟ انا المفروض باصص كده لليوترس العادي، طب لما اليوترس يبقى لارج لا انا مش هبقى مالك، مش عارف ابص كويس، فارجع انا ورا علشان يبقى ريشيو كويس عشان اعرف اشتغل. ففي حاجه اسمها لي هوانج بوينت اللي هي ميد واي بتوين الامبليكس وايزيف استرنال، انا بدخل واطلع فوق علشان زي ما احنا شايفين اليوترس ده افضل محافظ على الفيو بتاعه. او ممكن استعمل المايوما سكرو زي ما احنا شايفين، لان المانيبيليشن مانيبيليتور في اليوترس بالحجم ده هيبقى صعب جدا. خلي بالك ان اليوترس مش باين حجمه قد ايه، ليه؟ لان انا باصص من فوق، فبالتالي الدنيا معقوله نسبيا. اهم حاجه هي ايه يا جماعه؟ ان في تكنيك، في خطوات معينه لازم الخطوات دي تتعمل بالكامل، بس كل مره in each case you must do the same steps. never 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 ان انت تفتكر نفسك بقيت تمام وايه مش مشكله دي مش هيحصل حاجه او الكلام ده، هي دي بدايه الكومبليكيشن.
ده كانت اكبر حاله عملناها، كانت 28 اسبوع. اليوترس كان واصل لحد هنا تقريبا، ودخلنا بالمر وكملنا في الاخر. ده اللابروسكوب كان من هنا، والبورس زي ما احنا شايفين عاليه جدا، وكملناها لابروسكوب. اوبستي، اوبستي از نوت كونترا انديكيشن، ده موضوع مفروغ منه، يعني عمر ما كان الاوبستي اذا كونترا، يعني بدليل ان اللابروسكوب سليف هي بتتعمل للكيسز اللي حوالي 200 كيلو زي ما احنا عارفين، يبقى اوبستي از نوت كونترا انديكيشن. بالعكس اكتر ناس بتاع، بس الفكره كلها في الانتري البيز اوف ذا امبليكس وبدخل بيربنديكولار، ده موضوع مفروغ منه. وممكن كوريكت ترندلنبرج، يعني ممكن التخدير تبقى بالاتفاق معاه كل نص ساعه، طبعا لازم يبقى يو ماست بي رابيد هاند، اسرع ما يكون، كل نص ساعه او ساعه مثلا، ايه خلينا نقول كل نص ساعه اعمل ريليف للترندلنبرج، عشان ده بيبقى اكتر حته ضغط على اللي بتعمل مشاكل. احنا عملنا حالات كتير، وده كان السكور بتاعنا، كانت حاله 160 كيلو وعملت لاب ستريكشن، طبعا دي لو اتعملت اوبن كانت تبقى كارثيه، بس اتعملت لابروسكوبك. برود ليجامنت فايبرويد، شايفين اهو هو برود ليجامنت، يعني الحلقه البرود ليجامنت ده والسرفايكال ده بيبقى كده كده صعب حتى في الاوبن. طبعا ايدنتيفيكيشن اوف ذا يوريتر، ذا رايت يوريتر، اوكي. اهم حاجه تمشي كلاسيك، دي بقى دي لازم تعمل فينسترام في البوستير في البرود ليجامنت، صح ولا لا؟ زي ما احنا شايفين. ديسكشن فروم لاترال تو ميديال، ليه؟ عشان انا عايز الفايبرويد ده يجي ميديال تماما تماما، يبقى اوي من اللاترال بيلفيك وول واوي من اليوريتر خالص، اوكي؟ ده اللي انا قصدي عليه بقى، لما جيت اتاك اليوتراين ارتري بقت حاله عاديه، ليه؟ لان انا عملت ديسكشن كويس وخليت الفايبرويد فوق خالص، فكده بقت حاله ستريت فورورد ودخلت ومفيش اي مشاكل، بقت حاله عاديه. وده الفاينل فيو، شايفين ده يوترس وفي رايت برود ليجامنت فايبرويد حوالي 5 في 6 سنتي. ودي كانت حاله سيرفايكال بدون دخول في تفاصيل، دي كانت سيرفايكال فايبرويد هيوج حوالي 11 في 12، ده الفايبرويد، والحته الصغيره دي هي اليوترس، وبرده اتعملت لابروسكوبيك، بس ده يعني ده حاله اكسترا مش موضوعنا قوي. بس انا قصدي ايه يا جماعه، هو ان اللابروسكوبيك هيستريكتومي ذا اونلي ابسولوت كونترا انديكيشن هو لارج سايز يوترس ان كيس اوف اندوميتريال كارسينوما، بس اي حاجه ثانيه مش كونترا انديكيشن، بس الابروتش بتاعها ما تعملش الكلام ده في الاول، اختار الحالات الواضحه والصريحه. الرقم لحد كام؟ لحد 30 كيسز، افتكر الرقم ده، لحد 30 كيسز انت بيبقى معرض اكتر للكومبليكيشن، بعد كده بيبقى الكومبليكيشن بتتساوى. فبالتالي اول 30 كيسز لو سمحتم نقيهم كويس قوي 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 ان هم يبقوا ستريت فورورد كيسز، وبعد كده شوف الوضع. وبالتالي تيك هوم مسج، لابروسكوبيك هيستريكتومي از ان ابروتش نوت ا نيو اوبريشن، احنا ما بنقلفش، هاز فيري فيو كونترا انديكيشن، should compete with abdominal not with vaginal، افتكر ان الفاجينال هيستريكتومي هو الفيرست تشويس. سب توتال وي نيد انرجي سورس ومورتيليتور، ان توتال وي نيد انرجي سورس اند مانيبيليتور. كونسنت اباوت لابراتومي، ده موضوع مفروغ منه، افتكر الثرومبو بروفلاكسز، بروبر بوزيشننج اوف ذا تروكر، افتكر لما تحط المريض ده صح وتحط التروكر صح العمليه هتبقى سهله، لو بدات من الاول ببوزيشن غلط او تروكرز غلط هتتعب طول العمليه. وافتكر ان ايش ديفيكالتي اتس اون ابروتش، ولكن 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 خليك في الستريت فورورد كيسز في اول 30 حاله، بعد كده ممكن تنطلق. ثانك يو. تسلم يا دكتور حسين، بصراحه شكرا دكتور محمد، الله يخليك. وبعدين يا عم انت حرمنا ليه من المحاضرات الجميله دي؟ انا افيلابل على طول يا دكتور محمد، انا عمري ما اتاخرت والله. انا على طول افيلابل، بس انا شايف ان هو كان انا تركيزي كان اكتر على البيزك لابروسكوبي عشان نوصل المسج، وان شاء الله انا ان شاء الله باذن الله باذن الله هنبدا سيريز جديده في اللابروسكوبي باذن الله يا رب، باذن الله يا ريت والله. ان شاء الله يا دكتور احمد موجود معانا ولا؟ هشوف بس اكلمه ثواني، بس الفكره بس لو في اي اسئله ولا ايه، ولا نخلي اسئله في الاخر ولا رايك؟ مفيش مشكله مفيش مشكله، شوف كده لو الناس حابه تسال. طب يا جماعه لو حد عنده حاجه يفتح المايك ويشارك.
طب هو الدكتور احمد محمود معانا ولا لسه هيدخل ولا ايه؟ انا بشوفه هو المفروض لسه هيدخل. ثواني صح ولا لا؟ مشكله الفاجينال هيستريكتومي العاديه ان هي بتبقى على نمبر اوف يوترس، بتبقى صعبه لان اليوترس بيبقى فوق شويه مع الليجمنتس الكويسه، بتبقى صعبه ان انا انزل. تمام. قام جه حد فرنساوي اسمه كلابيه في ستراسبورغ في فرنسا، اخترع مفهوم جديد اللي اسمه ايه؟ مينيمالي انفيزيف فاجينال هيستريكتومي، ان انا استعمل انرجي سورس اللابست او سوتشرلس فاجينال هيستريكتومي، ان انا استعمل انرجي سورس، فبالتالي الموضوع هيبقى اسهل بالنسبه لي من غير ما اغرز، لان انا مشكلتي ان الفيلد ضيق، فانا لما استعمل انرجي سورس ده هيسهل لي الدنيا. دي كانت بدايه الفكره. ولكن المشكله هي الاساسيه في ايه؟ انا بس بقول لكم الخلاصه. اليوريتر ليه بقى؟ لان انا لما ببقى باصص من فوق في اللابروسكوبيك ببقى شايف كويس، ببقى اقدر افويد اليوريتر، بس انا في الفاجينا، في الفاجينا ببقى الفيلد ضيق، فممكن بسهوله لو استعملت انرجي ان انا يحصل ثيرمال سبريد انجري لليوريتر. فهو اخترع سيستم جديد او اسلوب جديد اللي هو مكتوب عندكم اسمه بير تو ابل شيب يوترس. يعني ايه؟ شوفوا المنظر ده، كلنا عارفين ان اليوترس بيبقى بير شيب زي ما احنا شايفين. فهو الفكره قال لك انا هقطع السيرفكس عشان يبقى ابل شيبد زي ما انتم شايفين. طب ليه؟ عشان لما انا نفس الفكره اللابروسكوبيك بس محموله فاجينال. تمام. عشان كده اللي بيشغل لابروسكوبيك لازم يبقى عارف موضوع المينيمال انفيزيف فاجينال هيستريكتومي رول بتاعه، والعكس صحيح. يعني ايه؟ انا فكرتي في اللابروسكوبيك ان انا بعمل يوترس كده واتاك كده، صح؟ لا، انا هنا بقى العكس. اليوترس نفسه بعد ما كان بير شيبد بقى ابل شيبد، فانا هبعده خالص واتاك كده بالانرجي سورس، يبقى انا بعيد عن اليوريتر. طب لو هو كان بير شيب زي ما هو ما كنتش هعرف احركه. نشوف الفيديو ده، فيديو دقيقتين للتكنيك. زي ما كلنا عارفين سيرفكس يستحسن طبعا اد ان فلويد، الفلويد ده زي ما احنا عارفين بيبقى ممكن نور ادرينالين، جلايبريسن اكوردنج للي انت عندك، زي لوكايين. اوكي، هبدا ديسكت. الكلام ده احنا كلنا عارفينه، ده فاجينال هيستريكتومي عادي، صح؟ زي ما احنا شايفين في البلادلس عشان اللي انا حقنته. شوف بقى هنا، هو هنا بيستعمل الجاشور، الجاشور الاوبن. اوكي، احنا هنا بنتاك الماكنروت، صح؟ بعد كده التريك كلها ان انا هقطع السيرفكس تماما. ده اللي انا عايز اوصله لك، ده التريك بتاعها اللي هو ايه؟ هو كان بير شيبد ما كنتش قادر احركه، ولكن لما بقى ابل شيبد كنت بعرف احركه. هنقطع انتيرير. التريك بقى وانا باتاك اليوتراين ارتري. تمام؟ شايف انا حادف اليوترس جايبه هنا خالص خالص خالص، عشان لما اتاك يبقى اليوريتر فين؟ بعيد اهو. شايف هو الفيو ده، انا عامل هنا ديسبليسمنت، فلما اتاك كده هيبقى اوي. تمام، واجيب تاني واتاك كده. هي دي التركه بتاعت المينيمالي انفيزيف فاجينال هيستريكتومي. اوكي، يبقى انا دلوقتي شايف انا حاول اليوترس كده جايبه للاخر. تمام، واتاك بعد كده اليوترس بيطلع اهو، طبعا من غير الادينكسي. تمام، طبعا تكنيك ظريف جدا، ما بياخدش وقت خالص، البليدنج فيه قليل. افتكر بس الكلمه دي، ان انت ما ينفعش تستعمل انرجي سورس في الواجينا من غير التكنيك ده. طب ليه؟ لانك انت لو مشيت عادي واتاك بالانرجي سورس، انت فاجينال ممكن بسهوله تعمل ثيرمال انجري لليوريتر وانت مش واخد بالك، فلازم يعني ده مرتبط بده. وبالتالي ده بيفرض علينا السليكشن كرايتيريا، صح ولا لا؟ ما هو انا هنا مش هعرف اشيل الادينكسي، صح ولا لا؟
ولو دخلت لابروسكوبيك طب ما اكملها كلها لابروسكوبيك صح ولا لا؟ ما احنا قلنا الكرايتيريا. فبالتالي المفروض ان انا اخد بالي المفروض يبقى نو اديشنز عشان يبقى الموضوع سهل، نو اندومتريوزس، سايز اند شيب اوف ذا فاجينا يبقى لازم تفحصها وتتاكد ان الفاجينا بلاتابل وان هي والده فاجينا قبل كده عشان تعرف تعمل اكسسبيليتي تو ذا يوترس، يعني ما ينفعش يبقى اليوترس شيفتد ابورز، ما فيش اكسترا يوتراين ديزيز، كونكرنت بروسيدور يعني لو هتعمل ايه بالظبط. طبعا التريننج بس باي ذا واي التريننج بتاعها سهل ما فيهاش مشكله، وافتكر ان انت في الحالات دي مش هتشيل الادينكسي، يبقى مش هتنفع في حالات سسبيشس ولا كانسر ولا اندوميتريال هايبرمليزيا وذ اتيبيا مثلا اور سمثينج. فهمت قصدي ولا؟ يبقى انت بتختار حاجه هشيل اليوترس بس، اليوترس حجمه مش كبير اوكي وتشتغل. كونترا انديكيشن ادينكسال باثولوجي ادهيجنز اندوميتريوزس هيوج مايوماز سيرفايكال كوربس انجل، يعني ان ان اليوترس مع يعني في فايبرويد اور سمثينج مخلي الدنيا ستوردت، فانت عشان تفتح هتبقى صعبه معاك. طبعا زي ما احنا عارفين بري اوبراتيف بيشنت هيستوري اكزامينشن الترا ساوند تيلور سيرجري، طبعا ميزتها هي ايه؟ شورتر تايم فاستر ريتيرن تو اكتيفيتيز ليست ذان 24 اورز بين، دي تيبيكال وان داي سيرجري، هي بتعمل الصبح على العصر تبقى مروحه بيتهم لانها فاجينال سيرجري وسريعه جدا وناتشرال اورفيس. الكونكلوجن بتاعها ان هي ذا بيست تكنيك فور هيستريكتومي، افتكر دايما 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 ان هي فاجينال يليه لابروسكوبيك يليه اوبن. الفاجينال هيستريكتومي ايذر كلاسيك بالكلامس او بالانرجي سورس، لو هتعمل انرجي سورس لازم بالكريتيريا اللي انا قلتها ان هي البير شيب والابل شيب، يعني ان هو البير ده هيتحول الى ابل عشان تعرف تاتاك. لو سمحتم ما حدش يحاول يعمل انرجي سورس من غير ما يعمل الستبس دي، ما ينفعش مكان هي الانرجي سورس لو هيستعمل فاجينال ما ينفعش مكان الكلامس، لا امال بالاسلوب ده على بعضه ان انت تحولها لابل البير لابل عشان تعرف تاتك. بس ريفرنس ثانك يو. شكرا دكتور حسام. عفوا محمد، اي هوب ان الفكره نفسها وصلت للناس اللي هي ان هي ده في تكنيك مختلف عن الفاجينال هيستريكتومي اسمه مينوري انفيزيف بالكرايتيريا اللي احنا قلناها. ممتاز. محمد صبري في النقطه دي، وان شاء الله يعني هعمل سيريز كامله كومبليكيشنز اوف لابروسكوبي. انا عارف طبعا ان حاجه دمها رخم وتقيله وسخيفه وبتحب دايما ندفن راسنا في الرمل، بس انا شايف العكس يا دكتور محمد، شايف دكاتره كل المبدا ده ان انا اعرف الكومبليكيشن واعرف هاو تو اتاك واعرف هاو تو مانج. ما ينفعش ان انا ابعد وساعه الكومبليكيشن كل واحد يحاول يلزقها للتاني ويبعد عنها وما يعرفش يتصرف ازاي. انت قررت تشتغل في حاجه معينه لازم تبقى قدها ولازم تبقى عارف ابعادها ايه وعارف امتى المشاكل تحصل واتاك ازاي، ده مبدئي دايما في حياتي. لما جينا فكره الهيستريكتومي ان احنا نعمل هيستريكتومي داي، فاحنا قلنا لازم يبقى ناخد الثلاثه ابروتش اللي هي ابدومينال، ناخد لابروسكوبيك، ناخد فاجينال، وبعدين بقى نجمعهم كلهم في الكومبليكيشن اوف هيستريكتومي. انا موضوعي مش كومبليكيشن اوف لاب هيستريكتومي، لا انا غيرت محاضرتي خليتها كومبليكيشن اوف هيستريكتومي بصفه عامه. فاي هيستريكتومي هاو تو بريفنت هاو تو مانج، وده حته مهمه جدا 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 عشان بنسمع كوارث في الهيستريكتومي. لما نسمع كلمه كومبليكيشن اوف هيستريكتومي في حبه كلام هيجي في دماغنا او عايزين نثبت حبه افكار معينه، ايه هي؟ واحد كومبليكيشن ماست اوكير، عشان بس نبقى متفقين صح ولا لا؟ يعني الحل الوحيد ان ما يحصلش كومبليكيشنز هو ان انت ما تشتغلش. قررت تشتغل يبقى هيحصل كومبليكيشن، يعني هيحصل كومبليكيشن. النقطه الثانيه لما يقول لك ان اليوريتريك انجري نسبتها 1%، معنى كده ايه؟ معنى كده ان ناس بتعرف تشتغل في مكان اورجنايزد، مكان بره العالم العربي، ميدل ايست، في اوروبا او امريكا، لقوا ان لما تشتغل 100 حاله واحده منهم هيحصل لها يوريتريك انجري، صح؟ يبقى هتحصل، يعني هتحصل. بس السؤال بقى انت ارقامك زي الانترناشونال فيجرز ولا لا؟ ولا هيحصل معاك 10؟ لو حصل معاك 10 يبقى انت لا، يبقى انت في حاجه غلط. لو حصل معاك 2 مقبوله شويه، ممكن بالتريننج يبقى نظبط نفسنا على 1، تمام كده؟ كان في واحد صاحبي كان بس تخصص ثاني مسالك يعني وكده، كان بيتكلم ان هو كان في حاجه مكتوبه ان الانسنس بتاعها 2%، وبيقول انا كملت 100 حاله من غير ما يحصل معايا اي كومبليكيشن، 101 و102، تخيلوا. يعني هو الحاله رقم 101 والحاله رقم 102 حصل فيهم الكومبليكيشن اللي هو كان بيقول عليها. يا جماعه اتز ا ماست. بس هو الايشو بقى في ايه؟
يعني هتحصل، ولكن لازم نبقى عارفين ان اللابروسكوبيك كومبليكيشن بالذات although nearly common but potentially more serious للاسف. وكمان مشكله الاكسبتنس بتاع البيشنت كمان بيبقى اصعب. ليه؟ انه بيقول لك انا جاي اعمل ليزر كي هو سيرجري، ازاي يحصل كومبليكيشن؟ بس الاهم فعلا 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 في الكومبليكيشن هو ايه؟ انت مش هتعرف تمنع الكومبليكيشن، بس انت هدفك ان انت decrease the complication to the minimum، وان انت لما يحصل معاك complication early diagnosis early management is essential. صح ولا لا؟ يبقى انا عشان اتفق انا عمري يعني كون ان انا ما حصلش complication خالص ده مش هتحصل، بس ان انا يوم هيحصل ان انا اعرف بسرعه جدا جدا جدا، ان انا اتدخل بسرعه جدا 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 بحيث الاوتكم بتاعي يبقى كويس. وافتكر دايما ان المورتاليتي بيبقى الواقع بتاعها مهول على البيشنت، على البيشنت. الكرونيك موربيديتي دي بتبقى من اوحش ما يكون، يعني هي بتخرج معاها او بتفضل كتير شهور لحد ما تظبط، بينما الايرلي موربيديتي او التيرتيفيتر بيبقى مور ليس اكسبتد. يعني لما هو البيشنت خرجت ورجعت تاني تو ريتيرن تو ثياتر وبقت في الاخر كويسه الدنيا هتعدي، لو حصل كومبليكيشن محدوده واتلمت بسرعه خلاص والاوتكم في الاخر كويس الدنيا ان شاء الله هتعدي. لما يلاقوا الدكتور اللي قدامهم فاهم ومش خايف وكان اتاك الموضوع وعارف يوصل لهم الصوره ويمانج هيم سيلف بسرعه، ده بيفرق جدا 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 في الريسبونس. طبعا زي ما احنا عارفين الايام دي ايام صعبه جدا جدا على الدكاتره، فدي مسج face your complication early detection. ما تخليش never to compromise the management of the patient بخوفك، يعني الصح مفروض يتعمل، نواجه مشاكلنا ونتعامل معها صح ان شاء الله الدنيا هتبقى مظبوطه. دي خد مقدمه اساسيه بس عشان قبل ما نقول الكومبليكيشن. اشهر بيبر موجوده في الكومبليكيشنز كانوا 10,000 هيستريكتومي معموله في دوله متقدمه جدا 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 اللي هي فنلندا، وقاموا شافوا الكومبليكيشن بصفه عامه، لقوا ايه؟ لقوا ان ده الانستنس بتاع زي ما احنا قلنا في التسعينات ما كانش لسه فيه لاب هيستريكتومي، صح ولا لا؟ بدات تبقى موجوده. ده الابدومينال هيستريكتومي كان ازيد من 95%، واللاب والفاجينال هيستريكتومي كان 5% في 90 سنه 90. على اخر الديكيت كان الابدومينال هيستريكتومي قلت لحوالي 55%، الفاجينال حوالي 20، اللابروسكوبيك حوالي 25. طبعا الارقام بتزيد اكتر واكتر، احنا دايما بنحاول نقلل الابدومينال هيستريكتومي مقابل اللابروسكوبيك هيستريكتومي والفاجينال هيستريكتومي. مور ليس دي الارقام بتاعتهم، هم في 10,000 حاله هيستريكتومي كان نصهم ابدومينال وربعهم فاجينال وربعهم لابروسكوبيك. لقوا الريت اوف اول كومبليكيشن 17 ابدومينال 23 فاجينال 19 لابروسكوبيك. بس ناخد بالنا ان الانفكشن اي انفكشن معتبرينها كومبليكيشن، فالانفكشن 10% من الابدومينال يعني اللي باقي 7، 13% في الفاجينال اللي باقي 10، 9% في اللابروسكوبيك اللي باقي 10. فالارقام برضو مش يعني يعني معتبر انفكشن اي انفكشن دي كومبليكيشن، فبرضو الارقام ما زالت معقوله. السيفير هيموريج لقاه ان هو مور ليس قريب من بعضه بس ممكن في الفاجينال اكتر. تمام، حاجه واضحه قوي هم لاحظوها اللي هي ايه؟ نيلوريتريك انجري اكتر في اللابروسكوبيك جروب 7.2 ريلاتيف ريسك اكتر من الابدومينال، والباول انجريز اكتر في الفاجينال جروب. عشان كده دايما وانت شغال لابروسكوب هو اهم حاجه ان تاخد بالك منها ايه؟ اليوريتر، لانك انت يبقى مع الماجنيفيكيشن الكبير ولو ديستورد اناتومي ممكن ما تبقاش عارف تاتاك صح. عشان كده انا كل كلامي في لابروسكوبيك هيستريكتومي الستبس ان انت تاخد بالك ازاي عشان ما يحصلش انجري. ملحوظه ثانيه لقوها في البيبر دي اللي انا قلتها اللي هي ايه؟ رقم 30 the 30 case في اللابروسكوبيك هيستريكتومي والفاجينال هيستريكتومي في الاثنين لقوا ان ده رقم سحري. الكومبليكيشن قبل ال 30 غير بعد ال 30، وزي ما انتم شايفين 0.5% فيرسس 2% و8 فيرسس 2%، فارقام قلت كتير بعد ال 30. فاحنا الشطاره ان انت في اول 30 حاله سواء لابروسكوبيك او فاجينال انت تختار الحالات كويس جدا 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 جدا، ان انت تخليك في ستريت فورورد كيسز، ان انت لازم ماست بي يعني سوبرفايزد كويس قوي 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 في دول، وبعد كده ان شاء الله افتر 30 كيسز الدنيا هيبقى مور ليس كومبارابل. لان الارقام اللي فاتت اللي احنا قلناها اللي هي دي افتر 30 كيسز، تمام؟ فالدنيا هتقرب لبعضها قوي. طبعا السيرجن اكسبيرينس هي الاساس. ده النمبرز، يعني لما هنتكلم على نمبرز اوف كومبليكيشن في حالات الهستيريكتومي. طيب قبل ما تبدا نقول الكلام تاني
must have proper knowledge and experience, must counsel about the laparotomy, لو vaginal أو laparoscopic, skill awareness and call for help. إمتى تطلب مساعدة؟ إمتى تحس الدنيا مش مظبوطة؟ إمتى تحس إن في something abnormal؟ عمر دي ما كانت عيب، هو العيب إن أنت تقاوح وفي الآخر يحصل كارثة للبيشن. وطبعا familiarity with the instruments with the laparoscopic, vaginal أو أي حاجة، لو laparoscopic إحنا قلنا البوزيشن. خلينا بقى في الكلام المهم اللي هو إيه؟ الانجريز نفسها. انا علشان ابسطها عليكم ونعرف نفهم اللي بيحصل بالظبط، هنقول ان في ثلاث انواع من الانجرز. انترا اوبراتيف يعني ايه؟ انا جوه العمليه تعورت حاجه واكتشفتها جوه العمليه. الانجري دي ممكن وذر دايركت او ثيرمال، يعني سواء دايركت بالمشرط او بالمقص او سمثينج او بالدايثيرمال. اوكي؟ في حاجه اسمها بوست اوبراتيف ودايركت. يعني ايه يا جماعه؟ انا عورت المشرط او مقص او وات ايفر دايركت انجري، تمام؟ فالحاله اتقفلت فيها انجري لليوريتر او للانتستين او للبلادر، متعور انتر اوبراتيف بس انا ما اكتشفتهاش انتر اوبراتيف، قمت قفلت الحاله وظهرت بعدها، يبقى ده بوست اوبراتيف دايركت. اوكي؟ او بوست اوبراتيف او ليه ثيرمال. ليه ثيرمال؟ يعني ايه؟ ان انا عملت ثيرمال انجري، الثيرمال انجري دي ما ظهرتش في ساعتها لان الوول حصل له ثيرمال سبريد. اوكي؟ بياخد وقت عشان يعمل نيكروزس، فبعد بضعه ايام هيبان الايفكت بتاعي. يبقى لازم نميز ما بين ده وبين ده. تاني، يعني انا جوه العمليه تعورت حاجه وذر دايركت او بالدايفيرم، مش هيفرق ساعتها لان انا انترا اوبراتيف عورتها واكتشفتها فهمنش. طيب بص، اوبراتيف هيبقى فيه نوعين، لا اما دايركت لا اما ثيرمال. دايركت يعني ايه؟ عورت حاجه انترا اوبراتيف وظهرت فورا، او لسعت حاجه بالدايفيرمي فالوول بقى فيه ثيرمال سبريد ولكن مش هيظهر دلوقتي، هياخد عده ايام عقبال ما يحصل نيكروزس للول، فساعتها هيبان الكومبليكيشنز. طيب عشان نفهم الثيرمال انجريز سريعا سريعا، في كام نقطه لازم نفهمها عشان بس الكلام ما يدخلش في بعضه. طبعا احنا عارفين ان في حاجه اسمها مونوبولر وحاجه اسمها بايبولر. المونوبولر بيبقى البيشنت جزء من السيركوت، بينما البايبولر بيبقى بتوين التو بليز اوف ذا انسترومنت. ودايما نفتكر ان الارضي لازم يتحط كويس. ليه بقى؟ لان انا في ايفكت وفي سايد ايفكت. يعني ايه؟ انا عايز اعمل ايفكت معين اللي هو الثيرمال بالدايثيرمي، وعايز افويد سايد ايفكتس لان في الكترونز داخله في الجسم فالمفروض تخرج. فلما يبقى الارضي ريتيرن بليد موجود كده هيبقى يحصل ديسبرشن كويس، ولكن لما ما يبقاش محطوط كويس هيبقى في كونسنتريتد فممكن يعمل كوارث. طب الالكترونز دي اللي لما بتدخل ما بتعرفش تخرج هتروح فين يا جماعه؟ هتدور على حاجه ميتال تروح منها. ايه هي الحاجه الميتال؟ اشهر ميتال موجود هو حامل المحاليل زي ما احنا شايفين، او ترابيزه العمليات نفسها ميتال عشان كده المفروض نحط مشمع. يعني قصدي المقصود هو ان لما بيحصل يبقى انا عملت مشكله في حته، ممكن الثيرمال انجري تحصل في حته ثانيه خالص لان الالكترودز راحت في منطقه ثانيه خالص. زي ما احنا شايفين اهو، ده الديسك بتاع الاي سي جي عمل الكارثه دي، او ده جرافت. ده تخيل بقى دي هتبقى محتاجه جرافت او كلام من، او حضرتك الار دي محطوط على عظم على التيبيا مثلا، فالريزيستنس عاليه فما بيعرفش يخرج فيعمل انجري. طيب فلنتفق على ان دي مشكلتك مش مشكله التكنيشن. دي زي الفوطه بالظبط، زي ما هي النيرس قامت نسيت الفوطه وحضرتك اللي اتسجنت، التكنيشن ما حطش الارض كويس، حضرتك اللي هتتسجن برضه. مع احترامي كامل وربنا يحفظنا، واي ثينك ان انتم شايفين في دايره معارفكم حاجات كتير حصلت بالمنظر ده، ان في ثيرمال انجري محامي قام رفع وحصلت كوارث. ممكن تساله دكتور محمد جاب الله طبعا خبرنا في الطب الشرعي في المواضيع دي. فهو لازم تبقى انت فاهم كويس جدا جدا وعارف ان دي مشكلتك، والكلام ده مش لابروسكوب، لا ده في كله. فلازم ناخد بالنا من الثيرمال. ادي نقطه. النقطه اللي بعد كده، بصوا بقى معايا، لما يعني الكاتنج ده بيبقى لو امبليتيود وكونتينوس، بينما الكواجيليشن فيري هاي امبليتيود وانتربتد. اوكي؟ فلو انا عايز اعمل كواجيليشن، يعني اكوي حاجه سبيرتنج واكواجيليت، الكاتنج تاتش هيعمل كده، وده بعمل كده على طول في الاوبن او في اللابروسكوب. يعني لما بعوز اوقف سبيرتنج فيزل او حاجه بتجيب، بمسك بدوس الاصفر هيعمل كواجيليشن تحفه، مور سيف. بس لما بعوز اعمل كاتنج بقى، بالكاتنج هعمل ايه؟ اشد التيشو، هاكتيفيت الاول وبعدين اجي المس التيشو هتلاقيها اتقطعت على طول، لان الكاتنج از نون تاتش تكنيك. طيب الكواجيليشن تاتش في الديسيكيشن، يعني ايه ديسيكيشن يا جماعه؟ ان انا عايز حاجه تبيض خالص عشان اقصها بمقص. عايزين نميز ما بين الكواجيليشن والديسيكيشن. فالكواجيليشن احسن حاجه بالكاتنج تاتش،
بينما الكاتنج احسن حاجه، كاتنج نون تاتش، الديسيكيشن احسن حاجه، كواجيليشن تاتش. السبراي اللي هو لما يبقى فيه سيرفيس اوز اوكي فانا عايز اوقفه، فالكواجيليشن اعمله سبراي، ده موجود في الثيرمز الحديثه كلها، عشان ويبقى نون تاتش يبقى يوقف السيرفيس اوز. ده مهم جدا 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 في التعامل معاه. يعني اخطر حاجه الانرجي سورس ده، انت بتعمل كارثه، انت ماسك حاجه بوتنشالي دينجرس، لازم تاخد بالك هو انت بتعمل ايه بالظبط. مثلا مثلا في اومنتم لازق في الانتيرو ابدومينال وول وعايز تفكه، فانت خدت بمونوبولر وقعدت تقطع وانت مش واخد بالك ان في ظهره انتستنت. فالانتستنت انا بتكلم على اوبن مش لابروسكوب، فالانتستنت لمست وبعد اسبوع هيحصل المشكله دي. ناخد بالنا من المنظر ده، في حاجه اسمها انسوليشن فيلير في اللابروسكوب زي ما انت شايف شايف، او في حاجه اسمها دايركت كابلنج، يعني انت لمست اله ثانيه فلمست فين، او شايف لمس اله هنا فجابت انرجي ثيرمال انجري هنا ساعتها. اوكي هناخد بالنا كويس قوي 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 من الكلام ده ونفهمه. طبعا الانرجي سورس ثاني وثالث ورابع، انت قررت تستعمل انرجي سورس في اللابروسكوب او حتى اوبن، لان الالات كلها موجوده اوبن، لازم تبقى عارف التكنيك وعارف الدايمتر وعارف ان هو يعني مثلا الهارمونيك، مثلا البليد بتاع الهارمونيك علشان هو عمال بيعمل فريكشن بالمنظر ده بيبقى فيري تو هوت، بيبقى مولع. لو انت بالهارمونيك ده بعد ما قطعت حته في اليوترس لمست انتستنت مش واخد بالك، ادي ثيرمال سبريد. طبعا ربنا بيحفظنا وربنا بيعديها، ولكن مع احترامي الكامل انت لازم تبقى فاهم الكلام ده، لازم انت فاهم انت بتتعامل مع ايه، لان في ناس بيبقى عايزه بس ان هي تشتغل وخلاص مش فاهمه اللي بيحصل، واللي اكتر من كده ان ممكن يحصل الكوميونيكيشن مش عارفه اللي حصل ايه. طيب عشان اقفل باب الثيرمال انجري من اللي انا بقوله ده، هاو تو بريفنت ثيرمال انجري، لوست بوسيبل باور سيتنج، تمام، اللي هو ايه الكاتنج، صح ولا لا؟ طب انت عايز يعني الارقام اللي بتظبط عليها، لو انتوا عايزين رايي، انا كنت حضرت ميتنج مخصوص يومين بيتكلم، كان في البرتغال، كان بيتكلم على الانرجي سورس. الكاتنج 70، الكواجيليشن خليه سبراي على 35، البايبولر على 50. الكاتنج 70، الكواجيليشن سبراي 35، البايبولر على 50. ده السيتنج اللي انت ممكن تشتغل بيه، مور ليس الناس اعتبرت ان ده سيف. ابلاي كرنت ان ابل ستايل فاشن، يعني ايه؟ ده فيرمي تيت 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 تيت، مفيش حاجه اسمها تيت، تمام. المنظر ده بيزود الثيرمال سبريد. انا ما بقولكش ما تكويش كويس، انا بقول لك اكوي بس بول ستايل فاشن، علشان الثيرمال سبريد بيبقى اقل حاجه. لو مونوبولر انسبكت اول انسوليشن كيرفول في حاله الابروسكوب، اولويز يوز كاتنج، دونت اكتيفيت اوبن سيركت، يعني لازم تبقى لامس تيشو، ما تلمسش الات ثانيه. لو باي بولر هو الاساس يوصل في اللابروسكوب، لوك ات ذا بابل، يعني ايه؟ يعني هو الغاز اللي بيطلع ده بيدل ان احنا حصل ديسيكيشن، كفايه كده. الترنيت بتوين ديسيكيشن اند انسيجن، يعني ايه؟ كواجريت حته وقطع، كواجريت وقطع، ما تاخدش جريب كبير، تمام؟ وتقول انا مصر ان انا اكوي وما بيتكوتش. عالي يا ابني الباي بولر 60 70 80 90 100 120 لحد ما يتحرق الاله، هو ده مشكله الباي بولر. لا انت الباي بولر اخره 50 وجريت حته صغيره وقطع، وجريت وقطع وبالراحه. Whitening of the tissue surrounding the tip of the electro instruments suggests thermal spread. ناخد بالنا كويس من الحاجات دي عشان ما تحصلش thermal spread. اوكي؟ يبقى احنا كده بس اتكلمنا على الثيرمال سبريد، لان عارف الموضوع رخم وبيدخل في بعضه، لا يعني نفصل بالكلام ده. thermal spread يعني ايه؟ لو انا عورت انتر اوبرتيف وخدت بالي خلاص يبقى ده اسمه انتر اوبرتيف. لا انا دلوقتي لسعت حاجه وذر بلادر او يوريتر او انتستن، لسعتها في العمليات والحاله اتقفلت وبعدها بكام يوم حصل لي الموضوع ده، فده ثيرمال سبريد. طيب نيجي بقى على التيشوز نفسها، انا بتكلم على الموضوع بلادر انجري، هعرفها ازاي؟ طبعا اول حاجه تعرف حاجه يعني تعرف كومبليكيشن ازاي، يعني انت هاو تو بريفنت، انت تعرف الكومبليكيشن. انترا اوبرتيف هتعرف ازاي ان حصل بلادر انجري؟ هتلاقي القسطره جوه الفيلد، صح ولا لا؟ او في اللابروسكوب حاجه مميزه جاز ان يورين كوليكشن باج، يعني يعني كيس البول، عشان كده كل حالات اللابروسكوب لازم فيها لازم تبقى متاثره، هتلاقيه اتنفخ خالص زي كيس الشيبس كده مليان خالص ان حصل انجري والسي او 2 دخل في البلاد. او لو انت مش متاكد او عايز تعرف الانجري فين، تعمل ميثايلين بلو تيست زي ما احنا كلنا عارفين. طب بوست اوبراتيف، من الكلام اللي انا قلته هيبقى فيه ثيرمال وفي دايركت، صح؟ الدايركت ايميديت بوست اوبراتيف هيبان فورا، لو في درنقه هيبقى فيه يورين في الدرنقه، صح ولا لا؟ طب ازاي اعرف ان السائل ده يورين؟
اولويز اولويز لما تلاقي الدرنقه بتجيب سائل فاتح شويه وكميات مش قليله، شك ان ده يورين. هتعمل ايه؟ شوف كرياتينين في اليورين، في الدرين، في الفلويد ده، لو لقيته ازيد من 20 مللي جرام بير دي سيليتر يبقى ده يورين. اقل في كلام، تمام؟ بس ازيد من 20 ده يبقى يورين. يبقى انا دلوقتي لو عملت بلادر انجري دايركت وبوست اوبراتيف هلاقي يورين في الدرين، تمام؟ لو مفيش درنقه هيلاقي منظر مميز قوي اسمه ايه؟ انيوريا وذ ابدومينال ديستنشن كومبريت ريت لو كاستر انسرت. يعني ايه؟ انا عملت انجري في البلادر، الدوم اوف ذا بلادر، فاليورين دلوقتي ما عادش بينزل تحت، عاد بينزل في الابدوم، صح ولا لا؟ ومفيش درين، فالابدومين عماله تجمع 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 يورين. اوكي؟ بس فالبيشنت هيبقى انيوريك. اول لما اركب القسطره هتجيب كميات مهوله 2 لتر او 3 لتر او 4 لتر. ده حركه مميزه جدا جدا جدا، اعرف ان دي ايه؟ بلادر انجري. طب لو ثيرمال، ثيرمال يعني انا عورت البلادر لمستها بانرجي جوه العمليات، هتسمع بعد قد ايه؟ من 3 ل 4 ايام انيوريا وذ ابدومينال ديستنشن كومبليتلي اف كاثر انسرت، صح ولا لا؟ يعني عملت الحاله بعد 4 ايام يا دكتور الحاله قطعت بول، ما عادش بتجيب بول تمام، تمام كده؟ طب ركبنا قسطره جابت 2 او 3 لتر، يبقى ده تيبيكال ايه؟ ثيرمال انجري اوف ذا بلادر. طبعا البلادر كلنا عارفين ان هي فورجيفبل اورجان وظريفه، بس ناخد بالنا. طب ازاي امنع البلادر انجري؟ ادكوتلي، بس يعني اعمل، امشي صح في الهستريكت، امشي صح. الحاله دي كانت بريفيوس 5 سيزيريان سكشن. طبعا ما تقوليش ليه عملتها لابروسكوب، طب ما هو اوبن، ما هي الحاله وحشه اوبن برضه، مع احترامي الكامل. ولو اوبن انت هتدخل جوه الاديشنز نفسها، لان ده مكان ولازقه في الاثير ابدومنا رول والمنظر ده. اوكي؟ لازم الاقي البلين بتاعي. اوكي؟ هبدا ديسكشن وذر بلانت اور شارب او بشاشه اور وات ايفر لحد ما اوصل للبلين الصح. مدخلين شاشه وديسكشن، هحقن البلادر، شايفين البلين ده الابيض ده؟ هو ده البلين اللي بتوين البلادر اند ذا يوترس، لازم اوصل له، لازم اوصل له ما دام نويت اعمل هيستريكتومي. وما تقوليش برضو اعمل سبتوتال، انا قلت فكره سبتوتال منتهيه، انا رافضها تماما. فانت المفروض توصل للبلين ده عشان توصل ليه، لو وصلت له يبقى خلاص هتكمل عادي خالص وهتمنع البلادر. طيب هاو تو مانج بلادر انجري، طبعا اوبن او لابروسكوب كله، انا بس بوريكم ان هو في اللابروسكوب حتى ما فيش اي مشاكل خالص. لقيت بلادر انجري انترا اوبراتيف ولا اي حاجه، تماما تماما تماما، هتقوم تخيطها زي ما بتعمل اوبن بالظبط وتعمل تيست بعدها وعادي خالص. وطبعا زي ما انتم عارفين الماجنيفيكيشن في اللابروسكوب 16 مره، فبالتالي بيبقى ده ممكن يعني اللي يبان لك ان هو كبير ده بيبقى صغير جدا، بس ادكويت ريبير. وطبعا هتعمل تيست بمثيلين بلو عشان تتاكد ما فيش مشاكل خالص. اوكي؟ فالبلادر دايما تبقى فورجيفبل اورجان، فبتبقى لذيذه وظريفه وما فيهاش مشاكل ان شاء الله. المشكله فعليا بقى في اليوريتر، هو ده اللي مشكله. ليه؟ لان احنا انترا اوبراتيف غالبا مش هتشوفه، يعني انت عورت اليوريتر مش هشوفه بوست انترا اوبراتيف، الا لو انت عامل يوريتير كاثتر في الفيلد فلقيتها، او في ناس بتعمل سيستوسكوبي ريجولار بعد كل حالات الهيستريكتومي عشان تتاكد ان هو انت بيحقن داي انترا في البلاد، هتبقى تفرز في البلادر، فبالتالي يبقى ساعتها ما فيش يوريتيريك انجري، ولو ان برضه ده عليه كلام. بس للاسف انتر اوبراتيف غالبا هيعدي. بوست اوبراتيف بقى احنا قلنا ايه؟ لا دايركت لا ثيرمال. دايركت قلنا هيبقى ايميديت بوست اوبراتيف، يعني المشكله بدات على طول. لو في درنقه يورين في الدرين، واحنا قلنا كرياتين ازيد من 20 مللي جرام بالدي سي ليتر. وفي منظر مميز قوي ان انت لو عملت انجري يوريتر وفيها درنقه وفيها قسطره، هتلاقي الدرنقه والقسطره حاجه، لان ده بيدرين وان يوريتر وده بيدرين اليوريتر الثاني، فتلاقيهم نفس الكلر ونفس الاماونت ونفس كل حاجه. لو مفيش درين هتلاقي ابدومينال ديستنشن نوت ريليفد اف كاثتر انسرت، صح ولا لا؟ يعني هيبقى في يورين في الابدومين، هتيجي تركب القسطره مش هينزل، لان هو ده اليوريتر في الابدومين مش في البلادر، ده اختلافها عن البلادر. طب لو ثيرمال، ده بقى تيبيكال هيستوري، بعد 10 ايام البيشنت هيبقى فيها لوين بين، بعد كده اليورين ده لا اما هيروح في سكته في الفاجينا ويبقى يوريترو فاجينا فيستولا، يا اما يروح في الابدومين وساعتها هتعمل ابدومينال ديستنشن. يعني انت عملت في باك بريشر، الباك بريشر ده سمع في الكدني فعامل لها لوين بين، بعد 10 ايام هو لازم يباص حته، هيباص فين؟ لا اما لو هي لو هتنزل في الفاجينا وهيبقى يوريترو فاجينا فيستولا، يا اما تبقى هاي تبقى تنزل في الابدومين وهتعمل المنظر اللي احنا عارفينه اللي هو ابدومينال ديستنشن، ومش هيروح بيه الكاثتر. وفي الحالات جميع الحالات اليوريتر بيبقى رخم جدا وسخيف والتعامل معاه سخيف. طيب امنعه ازاي؟
لما تبقى الحاله ريسكي ممكن تعمل بايلاترال يوتريك كاثتر، مش جي و... مش دبل جي. دبل جي دي محتاجه عمليه تشيل وعمليه تحط، لا انت ممكن تحط يوريتريك كاثتر بايلاترال في اخر عمليه الشال، بس لازم طبعا بروفيشنال يورولوجيست. دي كانت حاله صعبه جدا، بس ودي ركبنا اليوريتريك كاثتر بايلاترال. الحاله دي كانت كارثيه، كانت فيها سيرفايكال فايبرويد وبرود ليجامنت فايبرويد واندوميتريوزس. شوف الناحيه دي مش مريحه صح؟ في حاجه غلط لما بتحرك اليوريتريك كاثتر. شايف اهو اهو احنا الكاثتر اهي بتتحرك. شوف اليوريتر واخد اب نورمال باث واي تماما 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 تماما. ده لو اتاك من اي اتاك من اي نوع هيتقطع ايدك تمام، بس عشان في روتيريك كاثتر اهو اليوريتر اهو محافظين على الادفنتيشيا بتاعته وجايين لاترال وعملنا له ديسكشن وبريزرفت في الاخر. فدايما لما تبقى في الحاله ريسكي خايف من اليوريتر ممكن تركب بايلاترال، وافتكر دايما بايلاترال ما تركبش على ناحيه واحده، لان الناحيه الثانيه ممكن الديستربد اناتومي بيخليها مور كومن ان هي تبقى افكتيف. فركب يوريتري كاثتر تمام، مع صعوبه في البرايفت خلاص ابعتها تتعمل في مكان الجفرمنتال، بس يا جماعه خلي بالك عشان ده اللي بيعمل كومبليكيشن. انت مستعجل وعايز تشتغل ومش فاهم الريسك بتاع البيشنت فيحصل كده. طيب هاو تو دايجنوز اليوريتريك انجري؟ في حاجه اسمها سي تي يوروجرافي. الحاله دي شايفين ده درين اللي متركبه من بره، ده اليوريتر ده شكله معوق خالص لانه مقطوع هنا ترانسكتد من الحته دي، والحته دي اللي بتجيب اليورين. ده ديفنت ده بيشخص لك كل حاجه. هتمانج ازاي؟ طبعا هتجيب يورولوجيست هيقوم يعمل الموضوع. ممكن طبعا طبعا اللابروسكوبي في الحالات دي بتبقى صعبه جدا 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 جدا. ده يوتيوب فيديو، ده سو سيتش وبتقوم تعمل باليوريتريك كاثتر وهتقوم ايه تمانج، او طبعا هيبقى اوبن على حسب الكيس. طيب نيجي على طبعا اليوريتر. طيب عشان يعني هو فعلا اليوريتر ده يعني الوقايه خير من العلاج فعلا، تحاول فعلا 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 ما يحصلش انجري. طب ازاي ما يحصلش انجري؟ ستيك رولز اللي احنا قلناها سواء في المحاضره الاولانيه او في دلوقتي، اللي هي ايه في لابروسكوبي تاخد بالك ازاي تافويد اليوريتريك انجري في اللاب هيستريكتمي، وانت ازاي تركب الكاستر لو في مشاكل تبقى انت فاهم الاناتومي كويس. لو الحاله صعبه ركب يوريتريك كاستر مش عيبها. طيب البلاد الانتستاينال انجري هعرفها ازاي؟ انترا اوبراتيف لقيت في انتستاينال فلويد في الابدومين او في اليومن اتفتح تمام، شكيت في حاجه هات جنرال سيرجن اسال. البوست اوبراتيف قلنا لا اما دايركت لا اما ثيرمال. دايركت انت عورت حاجه هتلاقيها بوست اوبراتيف، لو في درناء هتلاقي انتستاينال فلويد في الدرين بيبقى له لون معين وشكل معين. لو ما فيش درناء هتلاقي ابدومينال ديستنشن اند فومتنج، وافتكر دايما الفومتنج ده امبورتنت. ليه بقى؟ لو ثيرمال هتلاقي بعد 7 ل 10 ايام البيشنت بيقول لك ديستنشن وومتنج. اقول لكم حاجه، انت لو عامل لابروسكوب بعد 3 ايام اهل البيشنت بيكلموك يا دكتور هي مش عارفه تاكل ونفسها بتاع، يا جماعه رجعت، يقول لك لا بس هي مالهاش مزاج تاكل اصلا. ده عادي، ده البوست اوبراتيف بين بتاع السي او 2 على اللابروسكوب وكلامنا. طب لو بعد اسبوع اهل البيشنت كلموك لان البيشنت مش قادره، واهل البيشنت بتكلمك وفي الخلفيه في واحده بتصوت وبيقول لك ده من الصبح رجعت خمس ست مرات وماسكه بطنها وبتصوت، فورا 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 شوف الحاله. فوميتنج ده الموست يعني الارمنج سيمتوم، يبقى ده غالبا في انتستاينال انجري. ده ظهرت بعد كان ثيرمال وبعد 7 ايام حصلت تمام. اعمل فورا شوفها هتلاقي ديستنشن مهول، هتلاقي موستلي ابسوليوت كونستبيشن حتى لو مش موجود. لو عملت اكس راي هتلاقي فلويد ليفل، الترا ساوند هتلاقي فري فلويد في الابدومين، ده اللي هو انتستاينال فلويد. لو سمحتم لو سمحتم الحالات اللي زي دي بيبقى الموضوع بيتحسب بالثانيه، على قد ما هتدخل بسرعه على قد ما البيشنت هتعيش ولا مش هتعيش ولا كلام. بتتكلم في مورتاليتي مش حتى موربيديتي تمام. مع احترامي الكامل يبقى في ناس خايفه من منظرها قدام البيشنت، يقول لك اصل البيشنت ما تفتحش. طب ما انت منظرك هيبقى وحش لما البيشنت داي. في كمان سيرجنز مش على قدر المسؤوليه، هو بيبقى فاكر ان هو بيلبس دكتور النساء او ان هو انا ما اشيلش وراه او ان انا لا لا نعمل كونزرفاتيف. كونزرفاتيف في ايه؟ افتكر الكلمه دي. بعد 7 ايام في فومتنج، في ديستنشن، في ابسولوت كونستبيشن، في فلويد باي الترا ساوند، ده معناه ثيرمال انجري في الانتستن، دي سن ايمرجنسي وتتعامل بسرعه. والله يا جماعه لو اتعملت هتتعمل كويس وخلاص وهنقفل الباب ده والبيشنت باص. هنستنى هنوصل لمرحله الايرفيرسبل شوك، السيبتك شوك الايرفيرسبل، وساعتها هنندم على اللي حصل كله. ده
هاو تو بريفنت، تستنى نشوف المنظر، رعونه متناهيه، شايف شايف المنظر تاني، رعونه متناهيه عمل دايركت انجري للانتست. طيب هاو تو بريفنت بقى الثيرمال او اي حاجه، شوف الفيديو ده انا دايما بحب اعرضه، كل انواع الاديجنز دي كانت حاله لابس تريفت يعلم بيها لربنا، وكل انواع الاديجنز وكل انواع الاديزيولايسس. طبعا انا ما بقولكش اعملها لابروسكوبك، انا بقول لك بس ان في تكنيك لازم تبقى عارف الاديزيولايسس بيتعمل ازاي، لانه له قواعد. الاديزيولايسس ممكن يبقى ثيرمال زي اللي جاشور او اي اله، صح؟ لازم تايدنتيفاي الاناتومي، تبقى عارف انت بتعمل في ايه بالظبط، صح ولا لا؟ Always search for the gray area. شايف الجراي اريا دي؟ بمعنى كده ان انت وراك سيف، تعرف تاتاك. اوكي، لما تلاقي المنظر ده طبعا اوبن او لابروسكوب تعمل ايه؟ لازم يبقى شارب ديسكشن، اياك تعمل ثيرمال بتاع، لازم تبقى انت مور تو ذا يوترس، صح ولا لا؟ افتكر ان الفات از يور فريند، فات از يور فريند، صح ولا لا؟ ممكن تستعمل كمان شاشه. اوكي، اهم حاجه هي ايه؟ كومبليت اديزولايسز قبل ما تبدا. ما ينفعش تبدا اصلا الهيستريكتومي الا ما تعمل كومبليت اديزولايسز، صح؟ لان حاله زي دي كاتاستروفيك، تمام؟ وعلى فكره الاوبن برضه هيبقى نفس المشاكل، بس هي الفكره قبل ما تبدا اصلا الهيستريكتومي ماست بي كومبليت اديزولايسز. طيب ازاي تمنع دي برضه من الحاجات المهمه بس في اللابروسكوبي، ان تقفل لو الميد لاين ازيد من 10 مللي او اللاترال ازيد من 7 لازم يتقفل بالقفل الشيس، لان ممكن يعمل انتساينال واوبستراكشن ويحصل المنظر ده. دي جانجرين في الانتستين حصلت من الموضوع ده، تمام؟ حاجه هايفه جدا، لان حضرتك عملت بورت لاترال 10 مللي وسبت الاسيستنت يقفله ومشيت، فهو خدها غرزه في السكين فسابها، حصل هيرنيا وحصل انتساينال اوبستراكشن. دي فيديو مع احد الزملاء، هو داخل باللابروسكوب there is something wrong، تمام؟ حد سيرجن مش جاينر، بس استاذنته قام عرض اداني الفيديو، شايف؟ الحاله كان فيها ادهيجنز، هو دخل قام دخل في لوب من الانتستين. لابروسكوب او اوبن مش دي الفكره، بس انت الفكره تبقى انت فاهم اللي حصل ايه وان انت تمانج ازاي. ودايما في الانتستاينال انجري بيبقى في انلت واوت، تفتكر الكلمه دي لازم توصل على الناحيه الثانيه من الانتستين، لانك انت ممكن تبقى عامل انلت واوت، تمام؟ هو خد غرزه يمين يعني هنا وغرزه هنا وخلاص باللابروسكوب، مش فكره لابروسكوب او اوبن، هي فكره ان انت تتعامل صح وتاخد بالك. ده يوتيوب فيديو دخل بعد اسبوع، شايفين؟ ثيرمال انجري، بعد اسبوع حصل المنظر ده. هتعمل تريمنج للايجس وتخيطها ولا كان حاجه حصلت وبتاع، ومفيش اي مشاكل خالص خالص خالص. اجين مش فكره لابروسكوب او اوبن، الفكره ان هي تتلحق بسرعه ما تستناش وتخيطها بسرعه. انا هوريكم فيديو بس ليس لاصحاب القلوب الرقيقه، تمام؟ ده كيس ريكورد حصلت معانا، حاله يعني ما اعرفش مش عارف اقول ايه، بس يا باد لك، بس الحمد لله مانيش صح. الحاله دي مفروض فيرجن ابدومن، هتعمل هيستريكتومي، عمرها ما عملت عمليات في حياتها، تمام؟ ما فيها، بس كان فيها كرونيك بيلفيك بين، شوف المنظر، فروزن بيلفس. المشكله بقى مش في كده خالص، احنا ياما عملنا فروزن بيلفس، مش قضيه مش قضيه كده. شوف اللي هيحصل دلوقتي ايه ده؟ سكند اسيستنت هو بيدخل، بدل ما يدخل في اليوترس خرم ودخل في الكولون دايركت بليوتراين مانيبيليتر، شايف؟ طبعا لك ان تتخيل الصدمه في اللي حصل ده. ما تفهمش الايموشنال استابيليتي جات لنا ازاي، الحمد لله. عملنا ديزولايسز وحطينا اليوتراين مانيبيليتر صح في مكانه، نادينا على السيرجن اللي احنا متعودين وعارف شغلنا كويس. كان القرار ان اللابراتوري مش هتزود حاجه دلوقتي، خلينا بس نشوف الوضع ايه. وكان القرار طبعا نعمل هيستريكتومي الاول. اوكي، علشان لو خيط هيبوظ الموضوع. طبعا كلام ان الانتستاينال بريباريشن والكلوستومي ده كلام قديم، لو كلين فيلد ممكن تتخيط دايركت عادي. اوكي، هو دخل بعد ما احنا عملنا الهيستريكتومي، قام خد دبل لاير في الكولون، نثينج بر اورال لمده 3 ايام، والحاله بعد كده بقت كويسه ومفيش مشاكل خالص. كان في كلام قديم برضو على ان لما يبقى في ريبير للانتستاينال سمول انتستاينال انجري ان هو ما تاكلش لمده 4 5، ده كلام قديم جدا،
ان الساكس انتريكس اللي هي الانتستاينال فلويد اللي بيش في السمول انتستين ده 3 لتر في اليوم. انت لما ما تاكلش البيشنت هتفرق في ايه؟ اوكي؟ فالسمول انتستاينال انجري بتاكل عادي بس لايت لايت فود تمام؟ اللارج انتستين 3 ايام بس بيبقى، وبعد كده بتبدا جراديوال لحد ما الدنيا تظبط. منظر برضو ليس لاصحاب الحروب الرقيقه تمام، حصلت مع حد من زمايلنا عمل الحاله وبعدين المفروض كان في درين، فبدل ما يحطها في البورت الخمسه حطها في البورت العشره، حاجه يعني اللي هي فيري باد لك مع حد من زمايلنا تمام. الحاله بعد 4 ايام بعد كام يوم بدات تبقى في something abnormal، في vomiting بس ما، وفي intestinal بداية في anti peristaltic movement. دخلنا بالبروسكوب مع جراح عشان نشوف الوضع ايه، طلع ان هو في لوب من الانتستين دخل في المكان في البورت العشرة بتاع الدرين، يعني هو كان المفروض يحط في بورت خمسة حطها في بورت عشرة. قال لك يعني ايه نستغل الوضع، شوف بس هي دي العملية، طلع ده من ده والدنيا فكت خالص تمام. شايف الهول ده اللي انت مستصغره لما تبقى البورت 10 اتقفل كويس وخلاص. اخر فيديوهين دول يا جماعه بس يعني بس بقول لكم الحاجات صعبه، مش ده الكلاسيك. انا اللي يهمني هو فعلا تيك هوم مسج هي ايه، تاني وتالت ورابع بروبر نولج اند اكسبيرينس كونسلنج اند كونسنت اباوت لابراتوري لو انت بتعمل لابروسكوبي او فاجينال سكيل اند اويرنس فور كول اوف هيلب. والله ما عيب، والله ما فيها مشاكل لما تستدعي حد وتاخد رايه، حد زميل بتثق فيه، حد سيرجن تستدعيه ايرلي احسن ما تستدعيه ليت ويبقى منظرك وحش. انترا اوبراتيف اياك تقفل الحاله وانت شاكك في حاجه، نستنى ونطمن احسن مليون مره من الريتيرن تو ثيتر، احسن مليون مره من ان يحصل مورتاليتي او كرونيك موربيديتي ونرجع نعيط بعدها. دايما 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 اعمل حاجه وانت بتطمن لها، ذا ايرليير ذا بيتر، وطبعا فاميلياريتي وذ انسترومنتس. ثانك يو. تسلم ايدك يا دكتور. انا معلش دوز عاليه النهارده بصراحه، بس يعني اي هوب ان المسج وصلت بصراحه، اي هوب. والله هو ما كانش ينفع تتقدم غير كده بصراحه. انا عارف ان الكومبليكيشن رخمه وسخيفه ودايما بنحط راسنا في الرمل، وممكن السيرجن يخاف يتكلم يقعد يقول لك ده بيعمل كومبليكيشن، بس مع احترامي الكامل انا مبدئي يا دكتور محمد ان انت تواجه الموضوع وتعرف ابعاده صح ولا لا؟ بالظبط. علشان ما يعني ما تدفنش نفسك، عشان لما يحصل تعرف تديكت بدري. بالظبط بالظبط. هو كمان اللابروسكوبي مش الفيلد اللي محتاج فرد عضلات قوي فيه بصراحه. بالظبط يعني ايوه. كنت شفت فيديو لاحد الزملاء كان مصور نفسه وهو بيلف كده، مش فاكر كان بيلف الكاميرا ولا بيلف بايه جوه البلفيس وفي البطن كده، ولا كانه يعني كانه بيلعب يعني، مش كانه في جراحه وان دي بطن بيشنت من غير ما يبص في الشاشه تصدق بالله يا دكتور محمد انا الانتري لحد دلوقتي كل مره كانها اول مره بتاعت اللابروسكوبي.